بقى أنا يا حضرات الأفاضل راجل، وعقبال ما تشوفوا ولادكم زيي أحب الطهيص والتفاريح، واليوم اللي يفوت علي وأنا مبسوط ومضغطط يبقى زي ما أكون واكل رطلين كباب. الشاهد من يومين خدت بعضي وخدت الست مراتي المصونة والجوهرة المكنونة ورحنا نتفرج على سوق الإنتاج. كان يوم يا حضرات الأفاضل ربنا ما يبتلي بيه متجوز ولا عازب، وما صدقت ما صدقت خرجت من الباب عشان أحدفها في أول أتوبيس وأروح على البيت، إلا وأبص ألاقي اللي بتقولي محمود. نعم. مالك ماشي بتتطرح ليه يا حبيبي؟ تعبان يا ستي تعبان، فصصت جتتي كسرت رجلي. ليه الجزمة دي عليك يا محمود؟ لا يا ستي لا ضيقه ولا حاجه، اهي واسعه اهي وبتلق 24 قراط. امال الشراب زنقك يا حبيبي؟ لا يا ستي لا الشراب ولا الجزمه. امال الجاكيت يا محمود؟ اللهم طولك يا روح، اللهم طولك يا بال، اللهم كترك يا صبر. بقى اسمعي يا ولية انتي، انا اعصابي دلوقتي في رجلي، تطلع ضربيني اخبطك رجل اروح مكومك. طب ما تزعلش يا حبيبي. انتهينا، اديكي شفت السوق وخلاص، حسك عينك يجي على لسانك تاني مرة اروح السوق هروح فيك في 60 دهية. ايه رأيك بقى اروح فيك في 60 دهية؟ لا اروح السوق يا محمود. رحت مرجعت يا شيخة. يا ولية احنا مش لسه خارجين منه دلوقتي، عايزة ايه تاني بقى؟ اخش الملاهي يا حبيبي. ليه بس عايزة تخش الملاهي يا ستي؟ ليه؟ نتلهى شوية يا حبيبي. نتلهي برضو؟ طب خشي يا اختي تلهي، خشي اتفضلي اتفضلي تلهي، الهي تنتهي، خشي. هي دي الملاهي يا محمود؟ امال ايه هتكون ايه دي بقى؟ فرح عديله؟ طبعا يا ست الملاهي، لو جابوا حجر وقالوا له ايه ده يقول الملاهي. مش شايفه المراجيح والالعاب والناس دي كلها؟ والناس بتعمل ايه يا حبيبي؟ يعني الناس هتخش الملاهي تعمل ايه؟ يستحموا يتعالجوا؟ طبعا عشان يتمرجحوا ويلعبوا. ثم تيجي نلعب شويه يا محمود. نلعب؟ نلعب ايه؟ نلعب الاولى يا حبيبي. اولى؟ هنا يا ست هانم ملاهي مش حاره، ملاهي مفيش هنا اولى. امال في تانيه يا محمود؟ لا تانيه ولا تالته، هنا في لعب، زحلقه، نشان، تركبي مراجيح، تركبي الحصان، تركبي الساقيه. خلصيني بقى وريحي قلبي. ايه تركبي ايه، المراجيح ولا الساقيه ولا الزقازيق؟ لا اركب طنطا يا حبيبي. يا وليه هي طنطا بتتركب؟ اشمعنى الزقازيق يا محمود؟ لا لك حق كبستيني، كان لازم اشرح لك. الزقازيق يا ست هانم يلي محسوبه عليا هانم، ده نوع من المراجيح، والنوع ده يطلعك وينزلك وينزلك ويطلعك ويطلعك الهقه وينزلك الهقه ويطلعك الهقه وينزلك الهقه ويطلعك وينزلك ايه؟ الهقه محمود. ايوه يعني تحب تركبي؟ لا بلاش يا حبيبي. وفرتي غيره؟ نعم. ودي ايه دي يا محمود؟ ده يا ستي لعبة النشان، يعني يحطوكي مثلا قدامهم كده وينشنوا على نن عينك بالبنادق، واللي ينشن على نن عينك ياكل ملبن يا حبيبي.
لا مصحة. تيجي بقى ينشنه على نن عينك؟ لا بلاش يا حبيبي. وفرتي غيره؟ نعم. وادي اللي هناك دي يا محمود. ده يا ستي اسمه بيت العفاريت. العفاريت ساكنه هنا يا حبيبي؟ اه ساكنين هنا، كلهم ساكنين هنا. العفاريت الزرق والحمر والخضر واللي كاروهات واللي مقلم، يعني جميع الاشكال والالوان. ايه تاخدي لك اوضه وتسكني معاهم؟ هم ساكنين بالاجره محمود. لا يا ستي دول عفاريت، يعني ما بيدفعوش ايجار. طب عايز اشوفهم يا محمود. اسمع ما اقولك، انا ما معيش غير 5 تعريفة هنروح بيهم. ابقي بص لنفسك في المراية في البيت وانت تشوفيهم. طب بيعملوا ايه جوه يا حبيبي؟ بيعملوا كده يا ستي، يطلعوا على الناس في الضلمة ويخوفوهم كده اهو، عور عور محمود عور. بتعمل كده ليه يا حبيبي؟ زي العفاريت عور. هي خفتي؟ لا ما خفتش يا حبيبي. ليه عور؟ ما بتخافيش ليه عور؟ ليه يا ربي كده ليه يا عو؟ ليه الظلم ليه يا عو؟ بتعيط ليه يا محمود؟ عشان ما خفتيش. طب حابة اخاف يا حبيبي. عو خفت خلاص يا محمود. وما خفتيش ليه بس من الاول؟ لازم يعني تتعبي بوقي؟ يعني يا بوقي يعني. وين اللي هناك ده يا محمود؟ دي يا ستي لعبة الموت. هو الموت بيلعب يا حبيبي؟ يا نهار اسود ومنيل. يا ستي بيلعب، تيجي تلعبي معاه شوية؟ طب فهمني اللعبة دي يا محمود. حاضر. لعبة الموت يا ستي عبارة عن راجل راكب موتوسيكل، والموتوسيكل بيجري جوه برميل، والناس واقفه فوق البرميل بتتفرج عليه. فهمت يا ستي؟ فهمت يا حبيبي. طب قولي لي كده، الراجل راكب ايه؟ راكب برميل يا محمود. يا ست هانم افهميني، انا بقول لك الراجل راكب الموتوسيكل، والموتوسيكل جوه البرميل، والناس بره البرميل واقفه تتفرج عليه، يبقى الراجل راكب ايه؟ راكب الناس يا حبيبي. يا بجم يا صنم، انا بقولك الراجل راكب الموتوسيكل، والموتوسيكل بيجري جوه البرميل، والناس واقفه تتفرج عليه. صعبه دي؟ الراجل راكب الموتوسيكل، والموتوسيكل بيجري جوه الناس، والناس جوه البرميل بتتفرج عليه. ايه ما انتش فاهمه ايه؟ والبرميل واقف يتفرج عليهم، الناس جوه الموتوسيكل. حاجه تانيه دي افهمي، والراجل فوق البرميل يتفرج عليه، الناس جوه الراكب، والراكب جوه الواقف، جوه الموتوسيكل، الموتوسيكل واقف يتفرج عليه. حاجه صعبه دي، حس الفيلم يا ست هانم، حاجه تغلط. لا ما تغلطش يا حبيبي. خلاص الراجل دلوقتي بقى راكب ايه؟ راكب معده يا محمود.